بالتزامن مع مفاوضات التبادل والهدنة، تتسارع أمال إنشاء الرصيف العائم على ساحل غزة. أوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن الرصيف الذي تعمل على إنشائه سيعزز عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والشركاء الإنسانيين في تسليم المساعدات إلى أهالي قطاع غزة. وكشف مسؤول أمريكي لوكالة رويترز أن التكلفة التقديرية لبناء الرصيف البحري ارتفعت إلى 320 مليون دولار، وبموجب خطة الجيش الأمريكي سيتم تحميل المساعدات على سفن تجارية في قبرص لنقلها إلى الرصيف العائم الذي يتم إنشاؤه حاليا جنوب غرب مدينة غزة في وسط القطاع. من رفح جنوب قطاع غزة ينضم إلينا مراسل الحدث أسامة الكحلوت. أسامة، أهلا بك معنا. نستطلع معك الأوضاع الميدانية خلال الساعات الماضية في قطاع غزة وما تم حتى الآن من مشروع الرصيف العائم في جنوب القطاع. نعم، يعني تركزت الضربات الإسرائيلية منذ فجر هذا اليوم حتى هذه اللحظة على المنطقة الشمالية لمخيم النصرات، وهذه المنطقة هي أقرب منطقة لحاجز متسري مقام على شارع هارون الرشيد في المنطقة الغربية لمدينة غزة. تحدث على ضربات المدفعية الإسرائيلية، ضربات متواصلة بالإضافة لاستهدافات أيضا بالمدفعية الإسرائيلية بالمنطقة الشرقية لمخيم البرج، وهي منطقة أيضا ملاصقة للسياج الفاصل. يعني خلال الساعات القليلة الماضية لم يتم نقل أي إصابات إلى المستشفيات، ولكن سبق ذلك كان ساعات دامية باستهداف عدة منازل على مدينة رفح جنوب القطاع وسقوط أكثر من 30 ضحية في استهداف أكثر من 5 منازل في مدينة رفح. نتحدث هنا على تركيز الضربات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية ومنذ فجر هذا اليوم على الضرب المدفعية الإسرائيلية في أماكن تواجد الدبابات الإسرائيلية في مناطق المخيمات الوسطى كالنصيرات ومنطقة مخيم البريج، بالإضافة لاستهداف منطقة شرق مخيم جباليا في منطقة شمال قطاع غزة. أما بالحديث على أهم ما يدور في منطقة الميناء، هذا الميناء الذي يتم إنشاؤه على منطقة وادي غزة أو جسر وادي غزة أو ما تعرف سابقا حاجز نتسريم البيدر. نتحدث هنا على أن أعمال إنشاء هذا الميناء توقفت منذ أن قتلت الطائرات الحربية الإسرائيلية 7 من طواقم المطبخ العالمي، وتوقف العمل في هذا المطبخ، خاصة أن هذه المنظمة هي من تشرف على إنشاء الرصيف البحري على شاطئ مدينة غزة. اليوم ويوم أمس بدأت هذه المنظمة بالعودة واستئناف عمل طواقمها هنا في قطاع غزة. أول هذه المهام التي عادت إليها عدنا منها قبل قليل، وهي عملية إنشاء أو تجهيز الطعام من أجل توزيعه على النازحين هنا في مدينة رفح. نتحدث هنا عن 1 مليون نازح متواجد في مدينة رفح، وبالتالي هذه المنظمة عادت لاستئناف عملها ويعني تجهيز الطعام وتوزيعه على النازحين، ولكن لم يتم حتى هذه اللحظة البدء باستكمال النشاط الذي كان ملحوظ بشكل كبير قبل بداية هذا الشهر من إنشاء وإرسال كتل إسمنتية لميناء غزة الجديد. طيب، والرصيف البحري منطقة جنوب قطاع غزة، هل تم الإعلان عن موعد نهائي لإتمام هذا الرصيف؟ في الحديث الأمريكي والإسرائيلي أكثر مرة كان يتم الحديث على أنه في منتصف الشهر المقبل سيتم الانتهاء من إنشاء الرصيف البحري، ولكن بعد توقف منظمة المطبخ العالمي عن العمل بما يقارب من شهر كامل، هذا سيؤخر عملية افتتاحه على شاطئ مدينة غزة. ولكن نشرت وسائل إعلام إسرائيلية وأمريكية يوم أمس صورا للعمل على إنشاء رصيف بحري، ولكن هذا الرصيف الذي يتم إنشاءه وتم نشر صوره اليوم ويوم أمس، هذا الرصيف موجود على بعد أميال من شاطئ مدينة غزة داخل البحر. لاحظنا وصول هذه السفينة قبل ما يقارب من 4 أيام إلى شاطئ مدينة غزة، واستقرت داخل البحر على بعد 10 من الأميال داخل البحر، والآن تم نشر هذه الصور بما يعني أن العمل مستمر داخل البحر بإنشاء رصيف بحري من أجل استقبال المساعدات، ومن ثم يتم استقبال أو إرسال هذه المساعدات من هذا الرصيف إلى شاطئ مدينة غزة على الميناء والرصيف البحري الذي يتم إنشاؤه الآن. كيف انعكس تفاؤل بعض الجهات بقرب التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس على الشارع الغزي أسامة؟ يعني حقيقة هنا في قطاع غزة الجميع يعني متفائل أن يصل الطرفين إلى اتفاق لوقف اطلاق النار وتهدئة حتى وإن كانت مؤقتا. نتحدث على
أننا تخطينا ما يقارب 200 يوم من الحرب بشكل متواصل، لم يتم فيها التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة مؤقتة إلا مرة واحدة الأسبوع. وحتى هذه اللحظة يعيش الشعب هنا والنازحين في دوامة من الموت والفقر والجوع والمجاعة، وبالتالي الجميع هنا ينتظر على أحر من الجمر أن يتم الوصول إلى وقف لإطلاق النار، ولو حتى وإن كان مؤقت. حالة تفاؤل كبيرة هنا بسبب الضغط المصري المتواصل على أن يتم التوصل لوقف لإطلاق النار ويكون هناك تهدئة وإن كانت حتى مؤقتة، ولكن الجميع يعني يرغب أن يشاهد هذه اللحظات وأن يكون هناك وقف كامل لإطلاق النار وأن يكون هناك حلول ولو مبدئية، منها أن يكون عودة للنازحين إلى مناطق شمال قطاع غزة في ظل التكدس المتواصل هنا في مناطق جنوب القطاع. هناك حديث عن أن لجنة أممية يا أسامة تزور بعض المستشفيات في قطاع غزة للوقوف على انتهاكات إسرائيل في القطاع، هل لديك معلومات عن هذه اللجنة الأممية؟ كم عددها؟ من أين تحديدا؟ وأي المستشفيات التي زارتها حتى الآن؟ يعني هذا الملف تحديدا اذا كان يكون في منطقه شمال قطاع غزه، لان اغلبيه الجرائم كانت هي في مناطق شمال القطاع. كنا في اكبر مجزره قبل عده ايام في منطقه مستشفى ناصر غرب مدينه خان يونس. هذا المستشفى ارتكبت فيه دبابات اسرائيليه مجازر كبيره، خاصه وانها قتلت ما يقارب واعدمت 400 شاب وطفل وسيده في ساحه مستشفى ناصر، منهم كان جرحى تم اعدامهم ودفنهم وهم احياء، وهذا بحسب ما أفاد به طواقم الدفاع المدني الذين انتشروا ما يقارب من 400 جثمان ضحايا من ساحة مستشفى ناصر. تم التعرف فقط على 200 منهم والعدد الآخر تم تدوينه وتسجيله ضمن مجهري الهوية. حتى هذه اللحظة لم تصل أي وفود أممية إلى هذه المنطقة الجنوبية تحديدا، ولم يتم التحدث عن هذا الأمر، ولكن هنا فقط في قطاع غزة يوجد عدد كبير من المؤسسات الحقوقية المحلية ومنظمات يعني مؤسسات تتبع للنوروا في قطاع غزة، هي من تتابع هذه الملفات وتعمل على رصد الانتهاكات وتقوم بنشر احصائيات مستمرة بشكل متواصل عن هذه الانتهاكات، سواء كان في عملية الاعدامات الميدانية على الحواجز والتي كان اخرها عمليات دفن مصابين احياء في مستشفى ناصر غرب مدينة خان يونس. شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات من رفح جنوب قطاع غزة، مراسل الحدث أسامة الكحلوت.